سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم كي دايره؟ لاباس، كنتمنى تكون تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بما انه يوم الجمعه فقررت انني نعمل واحد القصعه ديال السكسو. فكما كتشوفوا ها هي وجدتها، واحد القصعه جات من ديك الشارع الرفيع غزاله، فعملوها ما تعكزوش عليها. نتوما كتعرفوا فوائد ديال السكسو بما انه كيحتوي على جميع الخضر، فمفيد لينا في هاد المدة هادي. غادي نوريكم المقادير اللي غنستعملوها في هاد الكسكسو. فأنا طبعا غنستعمل المتواجد عندي، فهنا كانت عندي هاد الأنواع الخضر اللي هما القرع الأخضر والبطاطا الحلوة والجزر، ثم الكرنب الصغير. اما بالنسبه للكسكس فانا كنستعمل هذا ديال ميركادونا، فكيعجبني لان كنستعمله بطريقه سهله. هذا كنستعمله فقط بالماء، الماء يعني ساخن، كنحط الماء الساخن فوقه وخلاص، وكيوجد يعني ما كيطلبش جهد. ولا بغيتو تعملوه في الكسكس كيمكن لكم ديروه. طبعا هنايا عندنا مكونات: البصله، الثوم، سمن، ملح، ابزار، زنجبيل، قرفة، كنور، كركم، ثم رأس الحانوت وحب الهيل، ثم الدجاج وزيت الزيتون. كناخدو الدجاج ديالنا كنحطوه في الجميلة، نضيف عليه البصل، ثم الثوم، ثم نضيف زيت الزيتون، كان السكسو كنوجدو في اسرع مده، لان يعني السكسو كيتعطل في التبخار، فانا كنوجدو دغيا صافي. هنا من بعد ما حطينا الدجاج ديالنا كنديوه نحطو فوق البوطه وكنخليوه حتى كيتعرق، وديك البصيله كطحيه والثوم. هنايا كما كيبان لكم فالدجاج ديالنا بدا كيتشحر مع ديك البصيله والثومه. نضيف التوابل، نديرو ديك السمينة، ثم الملح، الإبزار، الزنجبيل، القرفة، الكنور، ثم الكركم ورأس الحانوت والهيل. صافي نحركو باش ديك التوابل الدجاج ديالنا كيتشرب ديك التوابل. ولا كان عندكم الوقت يمكن لكم تشرملوه على بكري وتديروه في التشرميله حتى كيتشرب عاد عملوه يطيب. صافي كنخليوه واحد شويه كيتشحر، ومن بعد كنضيفولو الماء. كما كتشوفوا من بعد ما تشحرنا الدجاج فكنزيدو عليه كمية الماء الكافية. كما كتعرفوا انا عندي كمية سكسو قليلة، فما نحتاجش مرة كتير، فما كنديرش مرة كتير. وفوق هادشي الدجاج كيطيب يعني بسرعة، فهو ما يحتاجش كمية الماء كبيرة. صافي وكنغطيو عليه. هيا بقي يكون الدجاج ديالنا تقريبا طاب، يعني طاب اكثر من نص طايبه، نص طايبه هداك عنده. المرقه راه باقا فيه يعني ما غنزيدولوش. غنبداو نضيفو له الخضر اللي هي الجزر اول شيء، لانه كيتطلب اكثر وقت، لكن القرع والكرومب والبطاطا الحلوه فهما كيطيبو بسرعه.
ما محتاجينش وقت كبير، فنخليهم من بعد. كنستمروا في الإضافة ديال الجزر. أما الخضرة الباقية فكنخليوها، فكنشوفو شوية خيزو دخل شوية طياب، بعد غنضيفوها. طيبنا الجزر ديالنا، كنبداو نضيفو الخضر الأخرى، كرة، البطاطا الحلوة. أنا بالنسبة لي هادي الخضرة لي كنساعدني. الخضر طابت، تبقى لنا فقط الكرنب لأنه كتب طبيعة. كنضيفو في الأخير صافي، و كنرجعو نسدو عليها مرة أخرى حتى كتب لنا الكرنب. على ديال تحت ديال الكسكس، حنايا كناخدو واحد الإناء كنعملو فيه مقدار الماء. بالنسبة للماء فهو نفس مقدار الكسكس، زلافة سكسو زلافة ماء، كاس سكسو كاس ماء، يعني نفس المقدار. كنضيفو عليه الملح ونحطو فوق البوطة، يغلى مزيان يعني تيطبخ تيطبخ الماء صافي. وهنا نعبرو السكسو ديالنا، نعبر بهاد الزليفة هي غنعتمدها، المقدار حسب كمية الأشخاص. بالنسبة لي لأن هاد الكمية كافية، فكنحطها في واحد الإناء غارق. ونضيف عليها زيت الزيتون. كمية بسيطة يعني ماشي بزاف، تمام باش يتلبس ديك السكسو بالزيت صافي. كنبقى نلبسوه كامل، ندهنو هكا بديك الزويته. كما كتشوفو الما طاب، فغادي نعبرو الزلافه اللي عبرنا بها السكسو، نعبرو بها الماء نفس المقدار، هانتوما نفس الكميه، باش كيجي نيشان، لا هو رطب بزاف ولا هو باقي قاصح، كيطيب نيشان بهاد الطريقه. ديروها وغادي تشوفوا ان كتخرجكم مزيان صافي. وكنغطيو مباشره، كنغطيو عليه باش الحراره ديالو كترجع فيه. ولا بغينا نزيدو نغطيوها بشي فوطه كنغطيوه، اولا يمكننا نعملو له بلاستيك الغذائي. السكسو ديالنا كيكون صافي بجد، كما كتشوفوا راه هو الدوبل، يعني كميه الدوبل جوج مرات، يعني صافي بجد. هانتوما كيف كيف مثل السكسو اللي كيتبخر في الكسكاس، ما كاين حتى شي فرق. فانا كنفكو في هذه اللحظه. وبالنسبه للناس اللي كيحبوا السمن كيمكن له يضيفوا له شويه السمنه في هذا المومنت هادي صافي. تحاولوا تفكوه، هانتوما راه مفكوك لان دهناه بالزيت، يعني كيطلع عادي كاي سكسو مبخر، ما كاينش فرق نهائيا وفي اسرع وقت. يعني ما كتبقاش عاد تبخر وعاود تبخر، خصوصا لو كنتي ما جيتي من الخدمه جيتي اخر لحظه وخصك سكسو. نعم، بعد ما طابنا كلشي فنحط هاد السكسو فوق منو الدجاج، ومن بعد الخضر. كما كتشوفوا كاين كميه خضر بزاف، سكسو شويه ما كيبانش، يعني ما كنديرش بزاف، ما كناكلش كميه كبيره ديال السكسو، بينما الخضر كناكله على ديك الشيء. فانا كان يعني كندير الخضر اكثر صافي. هنا كنودعكم، كنقول لكم مع السلامه. كنتمنىكم ديروا لي لايك اشتراك تعليق، كنتمنى نلقاكم في وقت اخر ان شاء الله.